صباح الخير، واليوم 30 يونيو 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، ظروف وضعك المهني رح تجبرك على إبقاء التفاهمات القائمة على حالها مع محيط عملك الحالي بالرغم من أجواء التمهيد لما هو أهم وأعمق من هيدي النتائج. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن مسعى جدي لرفع مستوى التقارب العاطفي ما بينك وبين الشريك واعتماد مبدأ الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة المرتبطة بالطرفين. مولود برج الثور، تبدو مجبر على زيادة التنسيق المهني مع أكثر من مصدر بوقت واحد وضمن تقنيات وإجراءات مالية تسمح لك بعبور هيدي المرحلة الصعبة بأقل كلفة زمنية ممكنة. عاطفيا عم بتفكر بالطريقة المناسبة اللي رح تفيدك باحتواء التوترات القائمة ما بينك وبين الشريك، بالإضافة لحماسك الزايد على تفعيل مبدأ المصالحة الفعلية بيناتكم. مولود الجوزاء، الفرص تبدو متاحة قدامك لتحقيق التوازن المهني المطلوب لتغطية المستحقات المادية اللي زادت عن حدها بالفترة الأخيرة وأصبحت عايش تحت رهن تأثيراتها السلبية بشكل مباشر. عاطفيا عم تتعرض علاقتك مع الشريك لحصار وجفا بالمشاعر بسبب التراكمات الحياتية اللي أصبحت عم تفرض عليك واقع عاطفي مشحون بالتوترات بشكل مباشر. مولود السرطان، إصرارك على تحسين وضعك المالي أصبح وسيلة عندك للتحرك باتجاه الحل المناسب تحسبا للمرحلة القادمة والدور يلي رح تلعب لتحقيق المكاسب المطلوبة. عاطفيا ابتديت تركز أكثر وأكثر على استقرار وضعك العاطفي، وابتديت تكون حريص بذات الوقت على التقاط الفرص اللي بتحمل معها الإشارات والنتائج المطلبية الخاصة فيك. مولود الأسد، الفلك عم يتحدث عن مسار مهني متقلب جدا ومعاكس تماما لعملية استقرارك المالي، ومن المحتمل أنها تتوحد معاناتك مع معاناة البعض الآخر من الزملاء، ولا يبدو أنك رح تكون مرتاح أو مطمئن من استمرارية هيدا الواقع اطلاقا. عاطفيا لا تبدو حجج الشريك مقنعه ابدا بالنسبه لك، ولكن السرعه اصبحت مطلوبه بالوقت الحالي لحسم الخلاف المرتبط بالقناعات والاعتبارات يلي بتخص الطرفين بمفهوم علاقتكم سوا. مولود العذراء، الفلك عم يتحدث عن توجهات مهنيه ما بتتشابه اطلاقا مع النمط المتفق عليه ما بينك وبين محيط عملك الحالي يلي ممكن انه يسبب لك نوع من الفوضى الماليه. عاطفيا يبدو انه وضعك العاطفي مقبل على صراع رغبات مكشوفة ما بينك وبين الشريك، ورح يسعى كل طرف فيكم لفرض شخصيته ومفاهيمه الخاصة على الطرف الآخر. مولود الميزان، ابتدت مرحلة جوجلة الخيارات المهنية المتاحة قدامك بشكل ملموس على أرض الواقع، ولكن لابد من انتظار بعض الوقت لبينما تتبلور الأمور تلقائيا مع محيط عملك الحالي. عاطفيا تبدو متحمس فعليا على إبقاء طريق التواصل مفتوح ما بينك وبين الشريك ولو ضمن مسافة زمنية محددة، وبذات الوقت لا تبدو معركتك العاطفية معه وقفت عند هيدا الحد اطلاقا. مولود العقرب، توحيد المواقف والآراء المهنية ما بينك وبين احد المسؤولين في العمل رح يقوي من إمكانية التوافق بيناتكم على صيغة جديدة تقضي بإعطائك الجواب يلي كنت عم بتراهن عليه. عاطفيا تبدو جاهز لأي خطوة ممكن تفتح لك الباب على احتمالية حل الخلاف القائم ما بينك وبين الشريك على مبدأ القبول بمفاهيمك ولو على مراحل تدريجية. مولود القوس، الاندفاع الواضح بأدائك المهني رح يفتح لك المجال لفرض وجودك ومطالبك المالية قبل التفكير بتغيير أعمالك الحالية يلي عم تفكر تنتقل عليها قريبا. عاطفيا عم بتعاني من غموض واسع مرتبط بطبيعة قناعات الشريك، وكأنه الأمر أصبح بيطلب منك الحسم الفوري باتجاه تنفيذ الضمانات المتفق عليها بيناتكم. مولود برج الجدي، إشارات المواجهة ما بينك وبين أحد الزملاء في العمل تبدو واردة تلقائيا بأي لحظة، ولا تبدو عملية التوافق بيناتكم على نفس الرأي ممكن بالوقت الحالي. عاطفيا طريق العودة للشريك لا تبدو صعبة أبدا، ولكن رح تبقى مشروطة ومرهونة ببعض المفاهيم أو القيود الحياتية الواقفة بطريق الطرفين. مولود برج الدلو، معركتك هيدي المرة تبدو مرتبطة بالإجراءات التغييرية اللي عم تحصل بداخل محيط عملك الحالي، وكأنك رح تتبنى عملية المواجهة أو الاعتراض عليها مع أصحاب العمل مباشرة. عاطفيا ما رح تسمح ببقاء وضعك العاطفي
العاطفي على حاله بالوقت الحالي، ورح تسعى بكل قوتك لتحديد ملامح المرحلة القادمة فعليا أكثر. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، لا يبدو أنك بوارد الاشتباك المهني مع أي طرف إن كان في العمل، بالرغم من أنك ما زلت عم بتعيش أجواء المناورات الغير معلنة مع البعض الآخر من الزملاء تحديدا. عاطفيا، لا يمكن إبقاء المشاكل القديمة القائمة ما بينك وبين الشريك على حالها بدون حل فعلي ونهائي. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير، وباي باي.